تجاوبا مع مناشدات المزارعين في منطقة يرامس بضرورة استصلاح السواقي وتأهيل قنوات الري بعد أن تسببت السيول في جرف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في منطقتهم، إحدى أهم المناطق الزراعية في المحافظة. سعداء جدا بهذا العمل لكون المنطقة محرومة من أيام فترة طويلة. إذا أقول لكم من أيام الحزب هذه المعونات لم تصل مجانا ومعدومة إلا وصول المحافظ والسلطة المحلية تفهمت لهذا وقامت مشكورة بإرسال المكائن مجانا للمزارعين دون أخذ أي مبالغ، وهذا عمل يشكروا عليه. بدأت السلطة المحلية بالعمل في مشروع إعادة استصلاح أراضي دلتا أبيان بتمويل حكومي من خلال إقامة السدود وإعادة بناء قنوات الري تحت إشراف هندسي يهدف للحفاظ على الأراضي الزراعية والاهتمام بها والاستفادة من مياه السيول والأمطار. المنطقة هذه تعتبر منطقة زراعية إلى نهاية الثمانينات، وهي من أولى المناطق في اليمن التي تمد اليمن بالقطن الذي يعتبر من أفضل المشاريع الزراعات في اليمن. إعادة استصلاح الأراضي الزراعية والعمل على توفير الإمكانيات للمزارعين يبشر بعودة الاهتمام بالقطاع الزراعي في محافظة أبيان التي يعمل أكثر من ثلثي سكانها في الزراعة وتمثل أهم مصادر دخل المواطنين. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.